اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كعادتنا باهم الاخبار. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى عدد من الاتصالات بالامس بخصوص تطورات الاحداث الجاريه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من كارل نيهامر مستشار النمسا والشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده وانطونيو جوتيريش سكرتير عام الامم المتحده والامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وأكد سيادة الرئيس تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كمان امبارح استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية واللي سلم سيادة الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر باعتبارها الدولة الأولى في العالم اللي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي قصة نجاح بكل تأكيد عالمية يحتذي بها العالم في القضاء على هذا الفيروس. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من كارل نيهامر مستشار النمسا للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، خصوصاً في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة. خلال الاتصال أكد الرئيس ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري، وتوافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. تناول الاتصال التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. وأكد سيادة الرئيس ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأي خطوات مستقبلية في هذا الصدد. ده إلى جانب الدور الهام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار اللي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدام في الشرق الأوسط. امبارح برضو تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وتم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديد لاستقرار المنطقة. وقد تم التجديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. كمان امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تناول الاتصال التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد واللي بتنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وتوافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف مع الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية اللي سلم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم اللي بتحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي قصة نجاح عالمية يحتزى بها في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس. خلال اللقاء قال سيادة الرئيس إن الدولة سخرت كل الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي.
امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كيم جون بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية. شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة اللي بتجمع بين البلدين الصديقين والإشادة بالتطور اللي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً على الصعيد البرلماني، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف أفاق تطوير العلاقات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المكون الدولاري لها، وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وأيضاً إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي وموقف برنامج الطروحات اللي أعلنت عنه الحكومة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي انه تم التوافق على مبادرة تخفيض اسعار السلع الأساسية وهتشمل 7 سلع بتخفيض من 15 ل 25% هي السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان والجبن والمكرونة، وهيتم التطبيق بداية من السبت المقبل. وأوضح إن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس القومي للسكان، وأكد مدبولي أن القضية السكانية أحد أهم القضايا اللي بتحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، خصوصاً في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعد محدودة خاصة المياه. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في المنيا تم تطعيم 770 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي. في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج ل 1411 حالة في قافلة للصحة ضمن مبادرة حياة كريم. كمان امبارح في الغربية تم افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بالصنطة بتكلفة 60 مليون جنيه. أما في البحيرة تم تشكيل لجان لمنع حرق المخلفات الزراعية مع بدء حصاد الأرز. تفاصيل أكتر وأخبار أكتر هنتابعها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنيا أعلنت مديرية الصحة عن تطعيم 770 ألف طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس، وده بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم وتزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد. فأسيوط أكدت المحافظة أنه جاري بدء الأعمال لتركيب بلاط الأنترلوك في أكثر من 16 شارع وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القصية اللي بيصعب رصفها ودخول معدات الرصف ليها، وده ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة ليهم. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية بمركز سمسطة مكونة من 8 عيادات مختلفة التخصصات، حيث تم الكشف على 1411 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان واستصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة. في الغربية افتتحت المحافظة محطة رفع الصرف الصحي بالصنطة، وده في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، حيث تقع المحطة على مساحة 1100 متر مربع وبتخدم 15 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة الصنطة بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه. في بورسعيد بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال تطوير ممشى للسبس السياحي بحي الشرق، وده ضمن أعمال التطوير اللي بيشهدها القطاع السياحي بمحافظة بورسعيد بما يليق بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة. في شمال سيناء افتتحت المحافظة الموقف الجديد بتكلفة بلغت 20,500,000 جنيه ومبنى المركز التكنولوجي اللي أقيم بتكلفة 2.8 مليون جنيه بجانب تسليم عقود المنازل البدوية بمدينة نخل والنثيلة. بيأتي ده ضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركز الحسنة ونخل بوسط سيناء بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد. في الأقصر حلقت رحلات البالون الطائر بالبر الغربي بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وحلق أكثر من 1700 سائح على متن حوالي 70 رحلة بالون وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم. في البحيرة تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شؤون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية قش الرز وحطب الذرة وغيرها،
وده بالتزامن مع بدء موسم حصاد الرز بنطاق المحافظة لمنع ظهور السحابة السوداء اللي بتؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.